هاجر مقيمة بإيطاليا، عندي تجربة سلبية في إيطاليا في بالنسبة للمشاكل الصحية للأسنان، وما نجحت ليش، والحمد لله لقيت شكون جاي للدكتور ياسين. شفت يعني ناس قبلي قاموا بالعملية الزراعة، ناس قبلي وعن طريقهم هما باش انا جيت وطلق وعملت 3 شهور توا اللي عملت بديت في عملية الزراعة، يعني بديت بدالي فيها بشوية، وبعد 3 شهور اليوم كملت يعني بدالي في التحذيرات من 3 شهور، وتويكا الحمد لله كل شيء تم لاباس، ما عنديش وجيعة، فرحانة ونشكر برشا اللي عطاني أمل، يعني ما كنتش نتصور باش تنجح بالطريقة هذه، هو والطاقم الطبي اللي تابعه وش باش نقول لي، أنا ما تصورتش يعني باش نكون فرحانة هكاي وباش تنجح هكاي، خاطر من التجارب الفاشلة في إيطاليا وبحكم يعني خدمتي في مركز رعاية المسنين، يعني متعرضة ياسر للمشاكل الصحية بما أنه البرد والسخانة، يعني في الأدويش ندوش للكبار المسنين ونخرج للبرد، يعني نقولوا احنا سقوط للفم جملة، والحمد لله توا فرحانة، وحتى هما صحابي اللي يخدموا معايا في إيطاليا ما توقعوهاش هكايا، ويعطيهم الصحة وعلى بخشان.